هتكون في شاب انتشر في ترند اسمه ساحر منظر. المسكين اعتقد انه نفسيا يعني مظلوم، والناس تعتقد انه مجرد فاسق. مشكلتنا انه احنا يعني ما بنحترم الاخر ولا بنفهم الاخر ولا من يعني بنرفض الاخر. المهم هذا المسكين لبس فستان اصفر وقاعد يتجول في احد شوارع فلسطين او حيفا او، وطبعا هو يعتبر نوع من عنده تجزئة في شخصية او مريض نفسي او قام ب يعني تربى مع والدته فقط بدون صورة الاب. المهم المسكين تعرض للضرب وشتائم من الناس وتشهير من الناس. طبعا الناس عندنا بيرفضوا الآخر دائما، بيعتبروه كائن فاسق أو. المهم هذا أثر الضرب عليه. خلينا نشوف مقطع الفيديو. ادعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. خلينا نتابع الفيديو، شوفوا معي. رسالة لكل المتابعين انه فيش حدا بعرفنيش، فيش حدا ما بعرفنيش. اوكي دادي دادي صفوها هالعروس، دادي دادي اسم الله ما شاء الله قمر بلالي عم. اسمعوا عم بستنى رد فعل من الناس. حاليا انا في صدمة كثير خايفة، عم بمشي بالفستان. هاي كل الناس جايه عم تستنى، كثير خايفة كثير. وقت الفرحة؟ لا العروسة نزلت تبعت جايتي مثل ما انتم شايفين، كثير كثير متحمسة. رد فعل الناس بلشت تتبين، كثير مبسوطة، في رياكشن، الناس متفاعلة معي. طب خلاص بشرح كثير حياتي.